من أجمل المشاريع التي مرت علي هو المشروع الذي قامت به الطالبة تسنيم درويش قبل نحو 9 سنوات. هذا المشروع بالفعل يعني كامل ويعكس التفكير الإحصائي أو the process of statistics الذي تحدثت لكم عنه في المحاضرات. وطبعا بغض النظر عن الألوان والتنسيقات، أنا كنت أطلب من الطلاب والطالبات أنهم يعملوا المشروع على الباوربوينت بالإضافة لملف الوورد حتى أكافئهم علامات إضافية على مشروعات الجميلة. هذه المشروعات كنت أختارها بحيث تكون من أجمل المشاريع. بالنسبة للدراسة، هان هي العلاقة بين الجنس والعمر والمستوى التعليمي وعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة قيادة ذكورا وإناثا. سأمر عليه بشكل السريع وستدركون مدى يعني جدية هذا المشروع ومدى يعني مدى ما يعكس من تفكير إحصائي. بيبدأ هان بتحديد مشكلة الدراسة، وهي ما هي علاقة المستوى التعليمي للفرد وعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة قيادة، والشغل هان كله محلي. وما هي علاقة العمر بعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة قيادة؟ تفرع من هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية، منها: هل هناك اختلاف بين عدد الدروس اللازمة عند الإناث والذكور تحت نفس الظروف السابقة من العمر والمستوى التعليمي إلى آخره؟ فالأمور يعني واضحة جدا في هذه الدراسة. التعرف على العلاقة بين المستوى التعليمي وعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة قيادة، وأيضا تعرف على الفرق بين الذكور والإناث في هذه العلاقة. فالأمور كلها واضحة بشكل جيد. أيضا التعرف على العلاقة بين العمر وعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة قيادة. في طبعا تبدأ الدراسة فرضيات، وهي: هناك علاقة بين المستوى التعليمي للفرد وعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة قيادة. فرضية منطقية، نشوف هل تؤكدها التحليلات الإحصائية أم لا. قد يكون هناك علاقة بين العمر وعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة قيادة، وقد يكون هناك فرق بين الذكور والإناث في العلاقات السابقة. أهمية الدراسة هان يعني ممكن تقرأوها أنتوا بشكل منفرد عشان نختصر الوقت، لأنه حاول نخلي وقت هذا الفيديو محدود. حدود الدراسة، وهذا جميل أن الواحد يذكر حدود الدراسة في المشروع، يعني الحدود الزمنية والحدود المكانية، فهي اقتصرت على أشهر معينة من سنة 2011، أعتقد كل الأشهر ما عدا الشهر الأخير اللي هو شهر ديسمبر. بالنسبة للحدود المكانية، فهي تقتصر على الطلاب والطالبات في قطاع غزة، فكل شيء واضح. هاي الحاجة الجميلة في المشروع هذا. إجراءات الدراسة، طبعا يتكون المجتمع من الأفراد الحاصلين على رخصة قيادة في المدارس المقرة في غزة لعام 2011 ابتداء من شهر يناير إلى شهر نوفمبر. بالنسبة للمصدر البيانات، مدرسة النصر، مدرسة الاتحاد، مدرسة بيت لاهيا، مدرسة الإخلاص، مدرسة الأمين، مدرسة المجد. طبعا هي الطالبة كان عندها أقارب لهم علاقة بمدارس السواقة، فبالتالي ممكن أنتوا تختصروا لو واحد أو طالب أو طالبة بده يعمل المشروع نفس الموضوع، ما فيش عندي مانع، ما فيش عندي مشكلة. وممكن هو يقلل المدارس السواقة بحيث أنه يكون أسهل عليه في الشغل. تم أخذ عينات طبقية من كل مدرسة، ومن ثم جمع البيانات لتكوين عينة حجمها 180. فهذا طبعا يعني إرادة عند الطالبة وتصميم إنها تشتغل بإخلاص وجدية، مش أي كلام. تعمل مشروع تتخلص من العبء
لا، بدها تعمل إشي تستفيد منه في حياتها العملية والعلمية. أما بالنسبة للعلاقة بين المستوى التعليمي وعدد الدروس، تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة وحجمها 60. طبعا هذا تكلم عن أسلوب تنظيم البيانات في الوقت. في ذلك الوقت كنت أعلم الطالبات والطلاب على استخدام برنامج مينيتاب، فبالتالي أنتوا اعملوا بالطريقة اللي تعلمتوها باستخدام R، طرق تحليل البيانات إلى آخره. الأدوات الإحصائية هي ماشية حسب التعليمات اللي موجودة في ملف المشروع اللي أنا شرحته إلكو وعملت لكم عليه فيديو ووضعته لكم للقراءة. فالبار تشارت، باي تشارت، هيستوغرام، بوكس بلوت، باريتو تشارت، أي شيء من كل حاجة أنتوا أخذتوها شوفوا هل ممكن تطبقها هان أم لا، عشان تستفيدوا. بيانات كمية مثل العمر وعدد الدروس وعدد الاختبارات، بيانات نوعية مثل الجنس والمستوى التعليمي، عشان تكون الأمور واضحة، عشان واحد كل نوع من البيانات له طرقه الخاصة لرسمه أو عرضه بيانيا وتحليله. هاي العينة، المستوى التعليمي وعدد الدروس اللازم إلى آخره. طبعا المسألة من الأساس منطقية، إن كل ما بيزاد المستوى التعليمي للشخص كل ما بقل الدروس اللي بيحتاجها ليتعلم السواقة، وخاصة أنه في هناك امتحانات نظرية وامتحانات تتعلق بالإشارات، فالمتعلم بيعرفها بسرعة وسهولة بالنسبة للغير متعلم. فهذه الرسمات كلها، وهان نتكلم عن الـ run chart of number of lessons للأشخاص. يمكن تكون هذه مش لازمة عندكم، هاي الحكايه النورماليتي تيست، هان اللي بسموه نورمال بروبابيليتي بلوت، عاملينه للذكور والاناث، واثنين اعتقد جيدين فيش فيهم الا عدد قليل جدا في الفيميل، واحد فقط عن باقي النقاط. قد تكون هان يعني مثلا كبيرة السن أو غير متعلمة، الله أعلم. ممكن تضل، ممكن تستثنوها، مش راح تأثر كتير في الموضوع. هان طبعا بالنسبة لعدد دروس للإناث إلى آخره وللذكور، هان الدوت بلوت، وهان كل شيء مكررة، هاي الستيم أند ليف دايجرامز، وهاي اللي بسموه البوكس بلوت اللي ببين إذا كان في يعني حالات شاذة أو لا. فهيها هذه واحدة طلعت شاذة. المهم وهان بيعملوا regression line للمواضيع مختلفة، مش راح أنا أطول فيه عشان نختصر الوقت. وهان بتكلموا عن إيش نتيجة التحليل الإحصائي، نلاحظ التأثير الواضح للجنس على عدد من الحصول على رخصة قيادة. طبعا الواحد يتوقع أنه الذكور أسرع في تعلم القيادة من الإناث، هذا طبعا واقع، ممكن يختلف معايا في ناس، لكن أنا لمست الشيء هذا. هنتكلم الآن عن العمر وعدد الدروس بالنسبة للذكور. ماشي، ففيها في نقاط كتير خارجة، مش مشكلة، بس تذكر إنه هذا في التواء باتجاه اليمين، يعني right scoot أو scoot to the right. نفس الشيء بالنسبة للwoman أو الفيميل، نفس الشيء. فلو طلع إشي زي هيك ما ترفعوش العينة، خلوه زي ما هي، لكن اذكروا إنه في التواء باتجاه اليمين أو اليسار إلى آخره. فشغل يعني في عندهم إخلاص وعندهم جدية بالشكل هذا. هاي الريجريشن لاين، وهاي السكاتر دايجرام أو السكاتر بلوت اللي انتو أخدتوه. طبعا بيحسبوا بعد هيك اللي هو اختبار الفرضيات، وأنا قلت
قلت للطلاب والطالبات كل شيء أخذته لازم تطبقوه. اختبار الفرضيات مش ماخذينه عشان نتسلى فيه، لا، عشان نطبقه. يعني حتى الشابتر 13 احنا على وشك نخلص شابتر 10، باقي شابتر 11 وبعدين شابتر 13. هي عينة الإناث مكرر نفس الشيء، يعني في الشهان نقاط شاذة كثير بالنسبة للإناث، لكن في شوية التواء على اليمين وإلى آخره. طبعا هذه الفترات الثقة بالنسبة ل، يعني هذه يمكن حتى أنا هي لحالها اجتهدت وعملتها. فترات الثقة مش يعني ممكن ترسموها ممكن بدون رسم إلى آخره. هذا تحليل الانحدار وخط الانحدار، وهي الاختبارات. يعني طالبة ذكية جدا ومجتهدة وتدرك أهمية الإحصاء، إن الواحد يتعلم إحصاء وخاصة إنه فرصة تتعلمه، وهي عاملة كل شيء لحالات مختلفة. يعني هذا عن مشروعين أو ثلاثة، لأنه مكرر التحليل والدراسة مكرر عدة مرات لعدة شغلات. وخلصت الطالبة، خلصت وسلمت المشروع قبل موعد المشروع. هان نتكلم على الريزيجوال بلوت عشان نشوف هل في العلاقة مناسبة ولا مش مناسبة. زي ما أعطيتكم هان في اختبار فرضيات، وهان في الانترسبت ايش معناه، والسلوب ايش معناه، والبي فاليو تبعت الاختبارات فهي صغيرة جدا، فبالتالي نفس الكلام عاملين ولا الإناث مكرر كثير شغل كثير. المهم في النهاية طبعا عشان ما أطول، كما قلت في خلاصة، الخلاصة بتبين بالضبط ايش استخلصته من هذه الدراسة. استنتج من دراستي أن العمر ليس عائق بين الفرد وقدرته على الاستعداد للحصول على رخصة قيادة، وهذا ما أكدته عليه في البداية. لذلك لجأت للبحث عن أسباب أخرى، فوجدت أن المستوى التعليمي للفرد يلعب دورا في هذه العلاقة. يعني المسألة مش بالعمر، المسألة بمستوى التعليم. أخذت عينة من أشخاص متقاربين في العمر ومن نفس الجنس حتى أبعد عن تأثير الأخرى. هذا الشغل الإحصائي الحقيقي، شايفين كيف؟ فوجدت أن هناك علاقة قوية بين المستوى التعليمي للفرد وعدد الدروس اللازمة للحصول على رخصة. باقي الخلاصة هان بالنسبة لتأثير الجنس على عدد الدروس، فإن متوسط حصول الرخصة عند الذكور أقل من الإناث. هذا يعني أن الذكور يحصلون عليها بعدد أقل من الدروس، وهذا واضح من خلال الرسومات. وبعد ذلك من خلال العلاقة المتعددة قمت بتقريب قيمة Y عن طريق قيمتين لX هي المستوى التعليمي والعمر، وبقيت العلاقة الموجبة والسالبة كما هي. وأخيرا العلاقة بين عدد الدروس والاختبارات، وهي التي فاجأتني نوعا ما لأنها كانت علاقة طردية. كما زاد عدد الدروس، كلما زاد عدد الدروس زاد عدد الاختبارات. ولكن بمقابلة أصحاب المدارس تبين أن مستوى الحاصلين أو الحاصل على الرخصة يتبين من خلال الدروس المعطاة، فإذا احتاج إلى عدد دروس أكبر يكون أقل مستوى من غيره، وبالتالي سيحتاج إلى عدد اختبارات أكبر لاجتياز الرخصة. ومن خلال العلاقة الأخيرة نستنتج أن العلاقة السابقة تبقى صحيحة لو بدلنا عدد الدروس بعدد الاختبارات إلى آخره.